أحد الثلاثة المتأهلين لنهائيات كأس العالم. عبد الله اسم كبير جدا أصبح بالنسبة لقفز الحواجز، ودائما ما يشار له بالبنان كونه ممثلا لفرسان العرب في أكثر من بطولة دولية. وفارس حضرتك بيمتلك يعني خبرات كبيرة، وفارس نقدر نقول عليه دولي وعالمي، مشارك في أولمبيك جيم ومشارك في بطولة العالم العاب الفروسية ومحقق ميدالية في بطولة العالم العاب الفروسية ومركز متقدم في الأولمبيات الأخيرة في لندن. إذن نشاهد الآن التحضير لانطلاقة عبد الله الشربتلي. كذا بالحجز الثاني الذي يحمل خريطة الدولة، دولة الإمارات العربية المتحدة. هنا الحاجز الثالث، حاجز عريض وتحتيه زي ما قلت لحضرتك البركه بتاعت المايه الصغيره ليفربول. الان الحاجز المركب 4A و4B. ممتاز جدا عبد الله. شوف عبد الله بقى بدون اخطاء لحد دلوقتي هيحاول، للاسف 4 أخطاء على الحاجز رقم 9. زاد عبد الله من سرعته الان، ادرك بان الـ4 أخطاء ربما تعوض، وبالتالي عليه زياده السرعه. هذا ما فعله عبد الله الشربتلي لغايه الان 33.19 جزءا في الثانية بـ4 أخطاء للفارس عبد الله الشربتلي من المملكة العربية السعودية. نتحول لسيموني كوتا من إيطاليا، الفارس الإيطالي. في بعض الفرسان في دول أوروبا والدول الاسكندنافية دائما ما يفضلون ارتداء الزي العسكري والزي التقليدي القديم جدا كابتن.